السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامج نجوم بلا حدود، الموسم الثاني. معكم حمد الشروقات. بغيت نقول لكم باللي انا فرحان بزاف حيت غادي نديروا رياكسيون لردة الفعل لهاد الحلقة هذه، وبغيت نقول لكم باللي راه معانا بسمة برضو مهانش علي يسيبكم، فقلت هذا معاكم كمان النهاردة. ف احنا ما تخيناش بيك، ربنا يخليك. ما تخيناش بالجمهور، اصدقاء لا فامي ديالنا بيت دابا يس ليتس جو. مع بداية البرايم السابق من نجوم بلا حدود، افتتحت كارلا بالتعاون مع يارا وفايا يونان جولة جديدة من لعبة شد الحبال مع وائل منصور الحكم. لأسوته وصرامته بتقييم المشتركين ما قدرت تخفي طيبة قلبه، خاصة لما حاولت كارلا تراضيه وعلى طريقتها الخاصة. حرام عليك يا كارلا، حرام عليك. زعلك ما بيهون علي عن جد. ليك الواو أبوس الواو، خلي الواو يصحي. يا ريحي أنا، لا أنا مجروح يا قلبي يا ماشي يا جسدي. صراحه تفكر الحلقه اللي فاتت كانت حلقه واعره بزاف، وكنت من هذه الحلقه تاهي دوز زوينه حتى انا. دونك غادي واحد الانرجي مزيانه عندي، الطاقه حتى انا. نشوف هذه الحلقه شنو التحدي اللي غادي يكون فيها، ونشوفوا كارلا ثاني والموضوع وكارلا. شكل موضوع التحدي فرصه للمشتركين بالتعبير عن حبهم لاوطانهم، الا انه خلى المنافسه طاحنه وصعبه. صوره نور الدين بشكل عام كل اسبوع عم تحلى عن اسبوع. انا عجبني الفيديو ده بصراحه، اول فيديو احبه لك يعني. عرفتي متشوق بزاف الاراء دي اللجنه والانتقادات خصوصا وائل بالنسبه لي طبعا، بس كلهم بس وائل. شفتوك في الحلقه اللي فاتت، المشاهدين يكونوا شافوا معنا، وكما تصدمنا مشات رونا حبيبتكو اللي كتغني، وكان واحد تخربيقه طرات. يعني الحلقه غادي يكونوا فيها مفاجات. على فكره عيطوا على الحلقه. ما عندكم ليا شي مفاجاه؟ عطوني دابا مفاجاه. والنتيجة صدمة خرجت عن كل التوقعات بوقوف صاحب المرتبة الأولى عبد الرحمن الحريري بمنطقة الخطر، وخروج رولا قادري من بعد ما حقق زاهد في الإنبان عن فئة العلوم والثقافة معدل العلامات الأعلى وفاز بالمرتبة الأولى. المنافسة دابا غادا تزيد في تتعمق. لا بغيت نقول زعما المنافسة غادا وكتجهد، ماشي كتجهد، المنافسة غادا وكتكبر لأن المتشاركين زادوا حسنوا في المستوى ديالهم. لاحظتي كيف مقارنة مع الأسبوع الأول؟ أنا ما كنتش هنا بالأسبوع، بس شفته في البيت. لازم أنك تمازحي معنا، أنا خصنا نكملوا هذا البرنامج هذا. يلا سير. يلا بينا. مساء الخير. مع بداية كل برايم من نجوم بلا حدود بتتناقض المشاعر ما بين الأمل والخوف عند المشتركين وجمهورهم. والليلة باقي معنا 10 متنافسين، وهدف كل واحد منهم يتخطى تحدي الليلة بمضمونه البيئي يلي بمس بشكل مباشر بكل المخلوقات العايشة على كوكب الأرض. اللي محمسني بزاف هو النيفو، يعني المستوى ديال البرنامج طلع كبر مزيان، والمتسابقين حسنوا في المستوى ديالهم. يعني هاد الحلقة هادي عندك هتبقى نار. لا بغيت تقول لي عنده اللي ما عندوش شيل الدوش. ولكل اللي بيحبوا يتابعونا اونلاين، عم بتشوفونا حاليا عبر قناة الان للبث الحي على يوتيوب. شفت الحمر عجبني. شفت الصفر نسيت الحمر. شفت الحمر وعجبني يا صفر. شفت تمنيت يكون بجنبي. ونرحب باول وحدة يارا. يارا وبدأ في كتير كبير مرحب بفايا يونان. وبدأ في حبيب قلبي حبيب روحي وائل. وائل عن تفاصيل تحدي الليلة وغيرها من حكايات المشتركين منشوفها بهالتقرير. مع وصول سباق نجوم بلا حدود إلى منتصفه، تغلغلت لقلوب المشتركين مشاعر التعب والاشتياق للوطن، البيت والعيلة، وتحديداً الأم بيوم عيدها. وبهالحالة ما قدر كل المشتركين الغايبين من مدة طويلة عن أمهاتهم يكبحوا دموعهم اللي تلازمت مع كلمات حلوة عايدوا فيها ست الحبايب. تحدي ديال اليوم هيكون كله مشاعر وكله أحاسيس، لأنه غايكون لا ما نتوحش الوالدة. وانا كمان خلاص هتشوفها في العيد خلاص. لا
لا وغنشوفها في المنام. بغيت نقول حاجة بعيد على برنامج. سليم يعني ما عندوش أمه. ماتت. عشان كده بحبك. وأنا كمان. بموت فيك. ما حلو. صل الخطوة. أسفين. وحشتيني مرة وأتمنى أشوفك يعني في أقرب فرصة صراحة. والله العظيم والله العظيم بيجي عليها وقت كتير قوي بتمنى ان انا اخرج من البرنامج. السبب الرئيسي هو ان انا عشان ارجع اكون معاك لان بجد بجد انتي وحشتيني جدا. ماما يا احلى ماما بحياتي. خلاص خلاص لا دابا هو ما كان بغيش انا شي حاجه في الام واحد كنت اتاثر حيت بصح والله يمن نقول والله يمن نقول نحاول نكونوا بوزيتيف بوزيتيف. يلا شكرا. امي الغير لانه امي هي رفيقتي بنتي وامي بنفس الوقت هي كل شيء هي نص الدنيا والدنيا كلها بالنسبه لي. هي امي هي زوجتي هي حبيبتي وهي احلى وحده يا حلوه. من هذا المنبر كنبغي نقول لكم تحيه لكاع الامهات اللي كاينين في العالم. ولكن واحد السؤال، هذيك اللي بانت مع هذيك مرات الميك اب ماما ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره كنبغي نمشي نخبر نشوف ماما ولا خاطب ماما. ما يمكنش ما تعرفش الدور شنو ولد الاخر. هالمناسبة المهمة شكلت فخ واعفي المشتركين بعد ما ظنوا انه راح تكون موضوع التحدي لهالاسبوع، ولكن بما انه نجوم بلا حدود برنامج خارج عن كل التوقعات دايما وابدا، موضوع هذا الاسبوع اعادة التدوير او ريسايكلينج. لقد فقعنا في الوخ احنا كمان من قبيل احنا كنت اطرو وتفكرنا الام ديالنا وفي الاخر قال لك البيئه البيئه هي التنوير. شنو هي التدبير؟ عليك يا الغابة غابة عليك يا الغابة نعمة بحال بحال الدار حرام الطير بسبب النار. يا رفا يا ووائل اهلا وسهلا فيكم من جديد. وبداية مع يارا، شو هالازرق الحلو يارا. نتائج البرايم بخروج او بقاء مشترك عم تتلاقى مع توقعاتك او عم بتفاجئك؟ مساء الخير كارلا، شو هالاصفر الحلو. يعني انا حابب اتغزل انا بيارا بحال هذاك الشيء الاصفر الحلو. واش في خبرك اصلا الزرق والصفر واحد الالوان اللي هما مساج؟ ما كانت عندي بيكالا فيها صفر وزرق. يلا يا دراجه هو هي بيعطوا اي لون اصفر وزرق والازرق الليموني برتقالي. لا كيعطيو الخضر. ايوه الخضر. برافو عليك كيفي. تاش من الزرق والاخضر كاين الاحمر بعدا الصفر الاحمر والكحل. فايا شو هالعيون الحلوين يا فايا. شكرا. شو رايك باختيار اعاده التدوير كموضوع للتحدي الليلي؟ انت شنو رايك في التدوير؟ انت شنو رايك في لا صراحه هو الموضوع حلو على فكره، وانا فهمت يعني مبتغى من البرنامج انهم يقولوا الام عشان البيئه زي امنا على فكره. فيعني والله مش بحال الكلام بقيت كنضحك التدوير زعما لا يعني البيئه صاحبي حيت البيئه مهمه يعني بزاف ديال الناس. ما فيش بيئه ما فيش كي كي كيعيشوا يعني واحد الفتره صعيبه الا كانت البيئه ملوته وكيعيشوا ظروف مزريه. يعني الا حافظتي على البيئه راه حافظتي على الصحه ديالك وحافظتي على الناس وحافظتي على بزاف ديال الحوايج. دونك البيئه خص ضروري تنظفها. كان معكم الاستاذ حماده استاذ التربيه المغربيه كلشي من يعني انبسطت وقتها سمعت التحدي اليوم لانه موضوع كثير مهم. دائما هيك بنقول بس عن جد انا كثير بحيي يعني القائمين على نجوم بلا حدود، عم نشوف مواضيع عن جد بهمنا نضوي عليهم، وكثير مهم كمان التوعيه، وكثير محمسه شوف يعني شو في حلول وشو في شو محضرين. شكرا لك فايا. تحدي صعيب حتى للمتبارين المتشاركين باش يبدعوا في المجال ديالهم. هو عندهم واحد كونتوني المحتوى ولكن خصهم يحولوه في المحتوى ديال البيئه. يعني مش هيبقى سهل. فهمتيني. كنتمنى حتى هما يكونوا فهموني وانا متحمس باش نشوف دابا البرنامج. ثالث حاجه قلتها قول ثالث حاجه البرنامج غادي نشوفوه دابا ان شاء الله. هادشي ضروري. انا هون بدي اقول كمان شغله يعني لوائل، لا منك قاسي يعني بالعكس، ما انت ما عم بتقول تعليقاتك بهدف التجريح بحدا، عم تقول رايك بكل موضوعيه ومثل ما شايفه من موقعك المحترف. فتحيه لك وائل. شو رايك بهالجمله؟ يا لهوي دمي راضي عليا النهارده. انا على ما كنظن وانه صيفط لها ميساج اس ام اس لازم انا راسك شويه معايا. انا على ما كنظنش ان وائل سبحان الله في اللجنه عنده واحد الهبه
لا ماشي هيبة. واحد نوع من الثقافة عامة. كاريزما. لا هو لا أنا باش نضرب الصح يعني كيعطي بعض المرات الرأي ديالو كيكون في المحل ديالو. حيت مازال دريس ماشي متعاطف مي هو صريح. ولكن باش نقولوا باش نكونوا صريحين شي مرات الرأي ديالو ما كيكونش في محله كيكون في محل ديال المحل ديال ضحك 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 ضحك. التحدي ابتدى. ومن السعودية مع زاهد فيلم بان عن فئة الثقافة والعلوم ناطرين نشوف إذا رح يبهرنا الليلة كمان ويحافظ على المرتبة الأولى. أي شيء ملموس في العالم مصنوع من الذرات، ومصنع الذرات هو أكبر الأجسام في الكون. النجوم مصدر للطاقة وداعمة للحياة ومدمرة للعوالم عندما تموت، والنتيجة من كل هذا هو الغبار النجمي ستاردست. ومن الغبار النجمي ستولد نجوم جديدة. يقال إن الهيدروجين في مياه بحر الأرض تم استخدامها على الأقل بواسطة 3 نجوم منذ بداية الكون. فواضح إنه إعادة التدوير مزروعة في الكون منذ الأزل. ولو فضلنا نستخدم مصادر الكوكب بدون ما نعيد استخدام المواد بنكون كسرنا دائرة مهمة في الطبيعة، وحتكون عواقبه مش كويس لنا. خليك نجم ريسايكل. صراحة هذا المتسابق من المتسابقين اللي حسنوا المستوى ديالهم 90 درجة. وحتى هاد المونتاج وهاد ليديتين اللي كيدير ما عندي ما نقول فيه وغيجيب شي نقطه، ولكن انا كنظن ان بس ما متفقه معي انني ما فهمناش الفكره. ما فهمتش يعني مبتغى من الفيديو، ما فهمت يعني سوري ممكن والعلاقه ديالو مع البيئه فهمت يعني انت؟ صعب شرح الفكره اللي عنده، ممكن تكون فكره غير من موسى. لا ولكن الفكره انا بانت فكره زوينه، وحتى الطريقه باش خدمها زوينه بزاف. يعني انت فهمت كل حاجه. فهمت مزيان، غير هو خاص شي واحد يشرح ليا. يارا شفتي زاهد نجم بالفيديو اللي قدمه؟ مساء الخير زاهد. مساء النور. اكيد نجم زاهد، ودائما اسبوع لاسبوع عم بياكد هذا الشيء، ودائما عم بتكون اعماله بتزودنا بمعلومات جديده. حلو الفيديو، حبيتي ما ابهرك، حبيتي. شكرا لك يارا. هي فكره زاهد كيف طرح الموضوع، يعني ما طرح لنا اعاده التدوير كشيء خيار عنا يا او شيء ترفيهي. حبيت انه انت حطيته كانه اذا نحن ما عملنا ريسايكلينج نحن عم نخالف الطبيعه، يعني نحن ما عندنا خيار. حبيت صحيح. كيف وصلت هاي الفكره؟ يمكن شوي انا مثل يارا كان في بطء، يعني الايقاع كان بطيء بالاول، بس يعني بعد ما نشوف الاخر شيء. وبحب كثير البانش لاينز تبعك انه خليك نجم ريسايكل، دائما عندك شيء بالنهايه بحبه. شيء يعني اللجنه متفقه معي اللي قلت. يارا عجبها وبس، يعني ما قالتش ببهرها. شحال بغيتي تعطيه في النقطه؟ 65. قول انا 70. 60. لا انا 70 ولا 69. انت جاي اليوم معمر جيبك بالنقاط. لا راه ما فهمتش الشركه ديالي اليوم، راه خليت قاموا بالليل. يلا نعطي النقطه نشوفوا. طلعت العلامات، خلينا نشوف معدل العلامات اللي بتحصل عليها. 70 على 75. 70. هو على فكره تفائق، شفتوا ايش تفائق؟ تفاجئ صدم. زعزع. شفتوا ردة فعله؟ عمل كده يعني. كان واحد نوع من واحد النظرات. ده ليه من واحد النظرات صعبة مع الفيزياء، يقدر يخرج معلومة من عينه. الليزر. وهلا مع نور الدين أمين من العراق نرجع لأجواء المنافسة، لكن هالمرة على طريقة نجوم الفن السابع وشاشة السينما. إعادة التدوير مصطلح نسمع به ونهتمله شوية بعدين نطنشه. زين ليش؟ أعتقد إحنا بحاجة إلى توعية أكبر عن موضوع إعادة التدوير، وللأسف جيلي سمع عن إعادة التدوير بعمر متأخر. وعلى مود هذا الشيء خلي أحكي لكم عن أهم فيلم ناقش ضرورة إعادة التدوير وشنو اللي راح يصير بينا إذا ما اهتمينا بهذا الموضوع. راح أحدثكم عن فيلم
وولي راح تساعدني بالراديو؟ أهلا وسهلا. أوكي وولي هو آخر روبوت على الأرض بعد ما هاجرت البشرية بسبب طفحان النفايات، ويظل يعيد تدوير النفايات الوحدة لمدة 700 سنة. الفيلم يوصل لنا رسالة تحذيرية إنه إحنا كلنا زوار على هذه الأرض، ولازم نهتم بيها مو بس على مودنا وإنما على مود الأجيال القادمة. تقبية؟ قلت كنفكر هذا شنو غادي يدير. بدا هذا فاش يلاه بدا هذا المتسابق في الاول، قلت ما غاديش يوصل. كي داك الشيء ديال انت ناقد سينمائي، ولكن كيفاش قدر يحسن النيفو ديالو الاسلوب ديالو؟ استفد من الاراء من لي كومونتير تعاليق ديال الحكمه ديال الحكمه. وكما شفتي يحسن المستوى ديالو. وواحد النقطه مهمه عرفتيها، انا كل اسبوع كنبقى نتسنى كنقول معاه شنو غادي يختار، معاه شنو غادي يدير. انا ومن مورا كندخل نتفليكس. انت انا انسان. انا ادالي رغبه اني نشوف الفيلم ده على فكره، عشان انا والله شكله فيلم سبحان الله نفس الحاجه ما حسيتش بها. لا شوفوا انت من الاشخاص اللي عن جد كل اسبوع يعني منقول شو رح يقدم، يعني دايماً عم تبهرنا كل أسبوع بفيديو أحلى من قبل. الفيديو كتير حلو، كتير مهضوم، في معلومة جداً مفيدة. بكفي أنه رح نحضر الفيلم، ووجع لنا قلبنا هيدا الروبوت كتير مهضوم، كتير حلو. لايك يلا حتو معايا. كأنما بلا ما نقول شكون كانوا قال مني هما كي تانسبيراو، يعني كي يعرفوا الرأي اللي غنعطيو. لا بالحقيقة بكل صراحة ما عندي ما نقول فيه، كنتمنى ليه. اند باي ذا واي هذا هو احسن فيديو كيعجبني دارو لحد دلوقتي، ماشي غير في عنده هو، في جميع المتسابقين احسن فيديو عنده. والله الا فاش كنشوف شي متسابق بحال ما هكا كنفرح، حتى انا كيخليني تكون عندي واحد ردة الفعل اللي هي اصلا مفعول به. عنده ابداع في شغله، عنده الزين، عنده الزين. يلا شحال تعطيه في النقطة؟ انا نعطيها سيدي انا 70 صراحة. لا 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 اسمح لي 75. انت يا لا اسمح لي 75. 70 هديله 70 صافي. خلينا نعطيه 70، خليه 68 عفاك. 68 المخرج. لا نشوف اذا راح تحصل على اكثر من 70 كمعدل. 74. واو واو. لا ما توقعتهاش صراحة، انا قلت الماكسيموم 70، واحد الحاجة كتكوني في عيني ما عرفتش شناهي. بقات ليه صور بقات ليه نقطة واحدة ويوصل ل 75. اه يعني ده ما عمرش واحد موصل 75 مازال. مع سارة يوسف من فلسطين عن فئة الفلوج منشوف وجهة نظر مختلفة بإعادة التدوير. جاهزين وحاجيكم كيف أفرز أغراضي وإعادة تدويرها بكل سهولة. علبة كان فيها مية وارد، لما خلصت استعملتها صابون للوجه. بعد ما خلصت علبة الشامبو حبيت هاي كتير ما حبيت أرميها، هي علبة مربى واستعملتها قطنيات لوجهي. ما بدي هذا القميص، ممكن أستفيده بشي تاني أو أعطي للمحتاجين اللي بيحتاجوه أكتر مني. شفنا بحياتنا اليومية أشياء عن تدويرها بطريقة سهلة ومبسطة، وهلا حورجيكم ليش لازم نعمل إعادة تدوير. أختي السلام عليكم. أولا واش كديري لي فلوغ ولا أو هذا الماك حمد؟ أنا ما لا يعني بصراحة النيفو ديالها متدهور ياك، يعني هادشي كون درتو في الأول فكرة زوينة. وي ماشي فهاد الحلقة هذه. شوف دابا شفنا جوج قبل منها متسابقين اللي عندك سؤال. قول. انت اون طونك فلوغ. شنو كنتي دير في بلاصتها؟ انا على الاقل في بلاصتها نخرج برا فهمتي، ونقدر ندير نحاول ندير فلوغ، يعني فيديو على البيئة ونهضر عليها ونهضر على السلبيات والايجابيات ونعطي نصائح. مساء الخير سارة. مساء النور.
أنا كنت حقول مثل وائل إنه الفيديو حسيته سيف، يعني هو جيد، بس لأنه نحن عم نتقدم بالبروغرام بدنا بقى شيء يعني زاهد ونور الدين مثلاً حسيت أبهرونا. الفيديو تبعك منيح، منه عاطل، يعني وصل الرسالة، شرح بطريقة مبسطة، بس منه يعني هالشيء المدهش. هلأ أنت الفئة تبعك الفلوغ عندك كتير مجال تكوني عفوية، عرفتي؟ حبيت كيف عم تصوري بالسيلفي وهيك، بس بعد عندك يعني شوي في جمود بمحل إنه اليوم رح نخبركم عرفتي، بس حاولي تكوني على طبيعتك شوي اكثر. قلت لك خاصة تكون اكتيف، ولكن هي يقدر يكون المستوى ديالها بقى، ولكن المتسابقه الاخرين فاتوها بزاف فاتوها بزاف، كان عندها مجال كبير في تلعب فيه، كان عندها تيران كبير. شحال تعطيها في النقطه؟ منفوتش لها 45. انت قولي اي نقطه عجبتك. انا قلت 50 صافي دوز. قولي خليها قولي صافي مخرج. معدل العام يلي بتعطيك اياه يا ساره 41. وهلا مع جنان وكيل من سوريا مننتقل بالتحدي لفضاء الكلمه والشعر لنعرف كيف ممكن يكون لها تاثير بالتشجيع على اعاده التدوير. ايها العابرون فوق جنينتي امالي، انتم المطر وجسدي الارض العطشه. سمعت الأرض تئن هكذا يوماً. عبروا فوق جسدي ما شئتم، فأنا معتادة على بصمات الأقدام، ولكن جوفي مزدحم بمخلفات العابرين، بشيء لا يفيد أحد ويؤذيني أنا وزوجي البحر وأبناؤنا الذين يلفظون الموتى كل يوم سمكة بعد سمكة. مهلاً، أنا أقدس حزنك، لكن دعيني أخبرك أن هذه الأشياء ثمينة إن عاودنا تدويرها وخلقنا لها معنى من شيء لا معنى له، فصارت بهية الشكل مفيدة ولا تؤذي أحد. نريم دوش لي جالك الشعر في عينك. الشعر والربنه تقولوا لي في العين ديالي داكشي علاش نضاد المغبرين هذاك علاش ضربت قبيله راه الشعر ديالو وصل لي. لا قبل بصراحه القصه يعني الكلمات زوينين بزاف، مي الطريقه باش دارت لا فيديو ما الارض بتتكلم. لا ما اثرتش فيا انا ماشي ما انا ضح انا واحد الوقيته ضحكاتني الفيديو بان لي واحد لا هي بغات دير انها كتهضر القصه كذر مع الارض وداك الشيء، ولكن انا ما نقدرش نقول لك ان هذا ما عجبنيش، ولكن انا يعني كان فيها ما عجبنيش. انا كمان كسر المود، حسيت انه كان في كتير شاعريه وجديه. لا كوكب الارض كبير قوي، هو ده بق صغير حبيبي. والله هذا اللي زعج. بس هيك يعني بتوقع بفخ انه لانه شعر بتحس بتخاف تروح كتير تجريدي، ف لا ما ضروري تكوني مباشره هالقد. انا يسمحوا لي والله تيانا والله لا اسمحوا لي، بغيت نقول واحد الحاجه. كاين واحد الشاعر احسن شاعر عربي بالنسبه لي سميتو هشام الجخ، راه عندي مع الشعر والله. وهذاك الشيء علاش قول لنا شي مقطع. انطرد الان من الجدول موتي فالكل هنا ماتوا. ده حقيقي؟ لا ميت. والله وانا اعتدت حياتي ارمل واعتدت الهجر بلا سبب ومن كثر الحيره لم اسال. يا راجل علقت وزاء في سقفي وجلست وحيدا فخورا اتامل. عافاك نزيد وحده نسيت ما حافظتش. يا سلام عليكم. ندوزو للنقطه صافي بركه. يا انا غادي نعطيها 58. انا كأقول ككل اسبوع ما قدراتش تشدني بالشعر ديالي حتى نعطيها 55. اخي بالرياضيين 55 نعدي لها 60. اوكي نشوف باو على 75 60. ميرسي. نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء وبالبث الحي عبر قناة الآن على يوتيوب، وهلا مع سمر أنطون من لبنان بانتظار نصايح مفيدة وصحية ضمن موضوع التحدي وفئة الويلنس. لازم نتبع نمط حياة صحية، بس كمان لازم نفكر بإعادة التدوير، خصوصاً إنه النفايات بتؤدي لأمراض كثيرة. فضلات الأكل ممكن تتحول لخلطات مفيدة جداً للصحة من خلال إعادة استعمالها. ممكن نستعمل قشرة زنجبيل اللي عادةً نكبه لإعادة شاي من خلال غليه لمدة 5 دقائق. أهم فوائده إنه بيساعد بالهضم.
ممكن نحضر كمان انفيوجن من جذع الكرز، مثبت علمياً أنه بيساعد للتخلص من آلام المفاصل. فضلات الخضرة المقشورة ممكن تنقع بالماء من 6-8 ساعات لتمتصهم، وهيك منكون عملنا مرقة أو ديتوكس بروس بتخلص الجسم من السموم وبتساعد بالتنحيف. اللي بيبقى من نبتة الحبق ممكن ينزاد عنينة زيت الزيتون، وهيك بيعطيه نكهة حلوة وبزيت الوقت بزيد من فوائده. هالنوع من إعادة التدوير ممكن نعمله بأي وقت ببيتنا، وهيك بخطوة صغيرة فينا نساهم لبيئة أفضل وبالتالي لأمراض أقل. هي ما عرفتش هذه المتسابقة كيفاش كتقدر تقنعني. دابا يشوف البيئة هضرت على الماكلة الصحة ولكن قنعتني. حلف؟ والله ما فهمت. واش قنعتك ولا قنعتك؟ قنعتني يعني الما كونفانك. يعني أنت بتاكل كده يعني صحي وبتاخد ديتوكس وكده يعني. إلا جيت نركز فيها سنغيانافوغ يعني بعيدة على البيئة، ولكن فاش كنجي نشوف انها فريمون كتقدر تعطيك واحد الموضوع اللي كيخليك انت تقدر تبارطاجي ويعجبك. دونك انا بصراحه ما كنتش عارف جاني الفيديو عنده علاقه بكل ما هو فلاحي. لا راح نريح لك اعصابك. منبلش مع يارا يلي بتحب المشتركين كثير ودائما بتشجعهم. يعني اذا بدك تقولي شيء سلبي بحس ما بيطلع منك اصلا السلبي، بس لا هيدي الاشياء بتهمني انا بعملها بالبيت. يعني رح تاخذي يعني بالنصايح اكيد. الكرز هيدي ما بعرفها، هي معلومه جديده. بس الجنجر فينا نزيد كمان انه بيضعف وبيسرع الميتابوليزم. شنو الكرز؟ الكرز هو فاش حاجه كتزيرها كتكرز. لا دي فاكهه. كرز هو حب الملوك. حب الملوك بالفرنسي سميتو سوريزه. يعني انا مثلا اذا literally اذا سمر عندها شانل اي وود سبسكرايب، لانه معلوماتها سهله وبسيطه وفي نفس الوقت بتخليك تفكر ايه ده، طب ما انا اعمل كده انا كمان. فما دام وصلت الفكره يبقى شابو برافو. النقطه 65. يبختها يا بختها النقطة يا بختها. لا يا بختها يعني وائل هيعمل لها سبسكرايب. والوين 65 تقريبا. حنا درنا ما كانت في الحلقة ما سويتيناش شحال الساعة 60 65. يلا جو مخرج. يلا نشوف قد ايه على 75 سمر انطون عن فئة ويلنس. 66 ثانك يو. مع عبد الرحمن الحريري من سوريا بنشوف شو حضر لتحدي الليلة بأسلوبه الرياضي. التطورات بصناعة السيارات ظهرت مشكلة كبيرة وهي حجم الإطارات التي يتم رميها سنوياً. إحدى الحلول للتعامل معها هي إعادة استخدامها بمجالات مختلفة زي الرياضة اللي صار فيها الإطار جزء أساسي من الفول بادي ووركاوت، لأنها تحتاج جميع عضلات الجسم لتحريكها، وهذا طبعاً بيحرق سعرات حرارية كتير وبيكون مناسب لحرق الدهون وبناء العضل بنفس الوقت. لاحظت انه انا ما لاحظتش، ولكن انا لاحظت انه دار اعاده التدوير بزاف المرات اللي كيبقى كيدورها بزاف. لا هو والفكره زوينه ولكن عميقه. لا هو مشكلته زي الاسبوع اللي فات، هو عنده فكره حلوه وهو فاهم الموضوع جدا، بس المشكله انه ازاي توصل الفكره دي للناس. دي المشكله. ازاي قلبك يسيبك. هذا صعب علي التعليق في هذه اللحظه. كنقول لك امر. امر ماشي امر زوين. الامر امر انا نغمر وبالك نخمر. اما اسمح لنا ما بقاش برنامج ديال المواهب ولا مواهب ديال الغناء. هكوني بدايه مع فايا، اقتنعتي بالاقتراح يلي قدمه عبد الرحمن؟ ايه ما كنت عارفه انه هيك بيعملوا. بيعملوا ايش؟ بس نفكر ايش بيعملوا. قال زعما هي واش هادشي قالتها بالضحك زعما ما كانتش عارفه، حيت هو قال لا انا زعما كاين راه تنجيب البنوات وتنتفاهم. قالت لي زعما هي راه ما كانتش عارفه زعما دار معاها مزيان. يعني الفكره كانت زعما السخريه. كاين واحد النوع من السخريه. كاين واحد النوع من
حباية كده بس أنا حسيت إنه هي معلومة واحدة أخذناها ويعني اشتغلنا فيها كل الفيديو، حتى آخر شيء شفنا بس الدولاب هيك عم نعمل له زوم أوت. بس تعرف إنه الدولاب أكتر شيء بلوث إذا أتلفني. Exactly. نعم. نسأل عندك سؤال. شوف كوش عارفوا لنا. علاش كنت تعتبر من الملوثين الأكثر للبيع؟ وشنو هي شنو هو التلوث؟ تلوث. جيب لي بحث من الجي وغنديرو في. لا نعطيك عارف والله. pollution بالانجلي. تلوث pollution la pollution هو إدخال مواد في البيئة اللي كتسبب في الضرر للطبيعة. وهذا الشيء يعني بحال البنوات ولا القرعات ولا البلاستيك كانوا حبسوا الميكات مؤخرا في المغرب، صعب في التحلل ما كيتحلوش، ماشي بحال القاعات ولا ورق ولا خاصهم لا يرسلوا مش انه هذا الشيء علاش صعب يعني ما خصناش نبقاو نلوحوا الازبال في مكان وكنستاهل التصفيقات الصوالية لازم نعطيونا الراي تحكم وديرك نعطيك 75 75 معلم ممكن لأ انا حبيت المعلومه بس ما بعرف كان في شيء كارلا بحسها محامي حتكون مش مقدمه سيدي هيئه الدفاع كارلا محامي شنو كنا كنقولوا الزبون ديالي ما ارتكبش الجريمه الزبون ديالي بغى غير يكمل البرنامج ديالو الدفاع على هي كارلا كتدافع على المشاركين تاش دخلنا الفيديو هي كارلا قلبها طيب واش كارلا كتدافع اه وخليه يدافع دفع اختي دفع 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 مزيان اذا بدي استعمل دولاب هيك انا بدي اعيط لعبد الرحمن يجي يساعدني طيب خطه ابلش لا بتاخدي اصغر لا بأصغر لا بدي هيدا الكبير اه اوكي كنلاحظوا بان البنات ما كيقدوش على الحاجه ولكن رغم ذلك كيبغيوها اللي شافته غنوا بغات منه والله الا لك تنقول قدرتي هزيتي هذاك الكبير بحلو انا في الجيم والله ما نهضر انا والله ما نهضر اقسم بالله اش هتعطي في النقطه النقطه غادي نعطيها شكون هو عبد الرحمن انا ندير شي 46 ولا 50 46 انا هدي له 65 55 المعدل يلي حصلت عليه على 75 53 شكرا لك عبد الرحمن مع نور ابراهيمي من الجزائر بنعرف اذا فينا نساهم باعاده التدوير خلال المغامره والسفر كاين بزاف ناس يحبوا السفر وانا واحده منهم واقل شيء نقدر نعمله باه نوري امتناني للارض اللي راني عايشه فيها هو اني نسافر بطريقه مسؤوله نحترم الاماكن اللي نزورها ونخليها للي يزورها بعدي كنا نعرفوا بان شرب الماء مهم بزاف خصوصا في وقت السفر الحاجه اللي ما نعرفوهاش انه 80% من قارورات البلاستيك العاديه لا يعاد تدويرها الحل البديل هو هذه القارورات القابله لاعاده الاستعمال عده مرات وهذه الطريقه نوفر من مصروفي خصوصا اذا كان الماء الحنفيه في البلاد اللي راني حاليها قابل للشرب وقررت نستعمل كيس من القماش عوضا عن أكياس البلاستيك ونعتبره كسايل ليا واخيرا نتكلموا عن الاوتيلات انا نعرف بان فكره استعمال شامبو مجانا من الاوتيل فكره مغريه جدا ولكن فكروا بان كل مره تستعملوا فيها قاروره شامبو من الاوتيل حتى ولو بقى فيها ترمى وفكروا في عدد القارورات اللي راهي تترمى من الاوتيلات حول العالم انا الحل اللي نعمله اني نجيب قارورات صغيره من المنزل نمليها بالمستحضرات اللي نحتاجها وبهذه الطريقة نكون وفرت البلاستيك اللي راهو يتراما حول العالم القارورة هو الفيديو ما فيهوش تعب بالنسبة لي يعني فكرة لا اسمحي لي أقاطعك بس هي تعبات بقات جالسة تعبات لا 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 الرأي ديالي كان بإمكانها هي تي كت فلوغر فهمتي وكتسافر وكتدير لي فيديو كان بإمكانها تدير شي حاجة أحسن من هذا الشيء حتى الشيء اللي دارته ما صراحة ما أثرش فيها خصوصا المستوى يعني لما تشوف فيديوهات الناس تانيين بتقول يعني ده ما فيهوش تعب بغيت نقول لها هذيك المرة شكرتها بزاف و انا كبرت بيها بالنسبة لك انا بغيت نقول لها حاجة واحدة تقجي مع القراعي قفرتها مع دوائل يعني انا ما حبيتش الفيديو خالص انا مش عارفه ليه قاعدة كل شوية قاعدة مربعة كفلوجر كاين اماكن وين تسحق تسافر وتوري وكاين نصائح لازم تكون قاعد باش النصيحه توصل بس حتى الكادر نفسه بالكتاب اللي موجود تحت ده عمل ديستورشن كده في الكادر نفسه حاسه غلط وائل خلى كل شيء قرارات وخلى الكتاب هو اللي برفع انا عجبوني قرارات وعجبوني سميتو الشامبوانات الشامبوان عرفتي انا لما مشيت للوطيل وبغيت نغسل بالشامبوان شحال من قراره خصني انا بوحدي غادي نلوث البيئه 25 قرعه 20 قرعه انت على فكره يا حماده انا كنشري قرعه ديال الشامبان كضرب لي ثلاثه الغسلات لو انت مش قادره تتحركي او تعملي
اعملي جرافيكس، اعملي انيميشن، اعملي اي حاجه بتدل، فاهمه قصدي؟ ممكن تعملي ريكونستراكشن للاحداث، ممكن يعني ثينك اوت اوف ذا بوكس، فكري بره الصندوق ازاي تعملي فيديو يكون ناجح، لان المحتوى بتاعك مش وحش. كنت باغي نضحك ولكن المعلومه اللي قال لها هي المعلومه اللي خاص كاع المتشاركين يديروها، يعني ثينكين اوت اوف ذا بوكس. خرج وبقى تشوف في الصندوق تما، الصندوق ضوئين. فهمتيش عايز تقولي بس تمام اوكي. زعما ما تفكرش التفكير ديالك، انت تفكر بتفكير الناس. دائما يكون عندك امر اكستيريور. فوالا ما انت بغيتو ديروا شي حاجه ما تشوفهاش انت دابا شفتيها زوين، اوكي نشوف كيفاش غيشوفوها الناس. اكزاكتلي اكزاكتلي. عجبتك انت كتفهمي هو ولا ما عجبتك؟ عجبتك حيت لابس فيست. نقطه نقطه سيلفو بلاك. 45 ما نزيدهاش. 45 تاعنا. اذا نور عن فئه السفر 49 يا نور، وترتيبك بيكون على الشكل التالي. 49 اذا نور تحتل المرتبه السادسه. قبل الفاصل عندنا مفاجاه من نوع خاص. واش دابا خلينا نشوف احسن. شوف المفاجاه صاحبي. اعطوني المفاجاه دغيا دغيا. المفاجاه المفاجاه. رح نتشارك معكم انا واعضاء لجنه الحكم لحظه غاليه كثير بمناسبه عيد ست الكل، عيد الام. امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري. بحب عيد امي وهدية هالأغنية. مثلي تأثرت أكيد وبعيد كل أمهات العالم. أغنى لها إيه؟ ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا رجلا. عندما تضحكين تضحك الحياة تزهر الأمال في طريقنا. نحس بالأمان. واش عارف الصوت ديالك زعجني وزعجني أمي. نبض قلبي نبض الحنان. حنان اسكتوا. وبيبقى هالعيد الاغلى علينا كلنا. مع ماريلين توتونجيان من سوريا بنكتشف اذا اعاده التدوير ممكن يصير لايف ستايل. بحال انكسر البرونزر تبعك فيك تصنعي منه كريم للتسمير. مقابل كل معلقة لوشن منضيف معلقتين برونزر، هيك منحصل على إضاءة بدون التعرض لأشعة الشمس. انتهت صلاحية ظل العيون الموجود عندك، صنعي منه تلق أظافر جديد. فضي الظل بقلب القنينة، حركيهم منيح لتحصلي على براند نيو نيل بوليش. عندك ليبستيك ما بتحبي لونه؟ خلطيه مع أي لون تاني لتحصلي على لون جديد كلياً. منحط الليبستيكس مع بعض بمعلقة أو بإناء قابل للتسخين ومندوبهم على نار هادية، وهيك منحصل على لون جديد. الرأي ديالي في هذه المتسابقة بمنظور أنني رجل، مفهم بمنظور أنني مرأة، المرأة واش غيعجبهم هادشي اللي دارت؟ اقتصدت عليهم بزاف الخطوات وما عندي ما نقول في داكشي ديال الميك اب. أنا بلاكس أنا بمنظور راجل عجبتني دي بزاف، حيت كتعلم الاقتصاد للعيالات. أكيد على فكرة عندها أفكار حلوة قوي، وأنا كمان ادتني فكرة عشان حاجات أعملها في البيت وكده، فبشكرها قوي وحبيت الفيديو قوي قوي. وكده بتكون كده بتكون اقتصدت على الجيب واقتصدت على البيئة. وزادت في الجامعة. نفس الوقت وكله يعني في الجامعة. أنا مأكد كما مأكد أنك أنت فعلي أن المنصور غادي يعطيها شي تعليق. هادي النقعة هادي البارح. البارح هادي البارح. يلا نشوفوا دابا. تستاهل. To be honest ماريلين من أقوى الناس اللي موجودة هنا في المسابقة، ويعني بتتحسن، والوحيدة اللي مستواها منزلش بس بالعكس بيتقدم.
ف this is a plus. وبعدين عجبني فكرة الفاست موشن بتاع الفيديو, it's funky كده على weird على مش عارف, فاهمة قصدي؟ ما كينش هضرب من ورا الهضره ديال وائل. صافي صافي اخويا مدام كين وائل 73 سير 73 برضو بو 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 75 74 تو 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 كده 74 سكبي دو بابا سكبي دو بابا زوينة اللعيبة سكبي دو بابا بعطيو هالنقطة 70 مع محمود أشرف من مصر. معقول يلاقي طريقه يجمع فيها بين إعادة التدوير والكوميديا؟ يا محمود شو رح تعمل موضوع الأسبوع إعادة التدوير؟ يا عم إعادة التدوير إيه وكلام فارغ؟ يا ابني إعادة التدوير ده بتاع العالي الفرافير العالي الطرية, إحنا الحاجات السليمة بنبوظها, تقول لي إعادة التدوير؟ لا لا أنا مش هعمله. يا عمي إذا ما رح تعمله رح يطلعوك من البرنامج. جد والله؟ طب على كده بقى احنا العرب اساس اعاده التدوير. يلا مش هم عايزين كده؟ كم مره فتحت علبه الحلاوه لقيت فيها ادوات الخياطه بتاعت امك, اعاده التدوير ده ولا مش اعاده التدوير؟ فلنتك القديمه مش بيتمسح بيها المطبخ واحيانا بتبقى لمعه جدا. ايه يا ام ده يا ام؟ اتفضل يا عم, حتى الشيبسي والجزم عملوا منه سلاح يدوي. احنا العرب اساس اعاده التدوير بس لو ركزنا في التفاصيل. لكن هنعمل ايه بنكل؟ شايف كوبايه الميه في ايدي دي؟ مش انا كنت بشرب فيها ميه؟ ممكن اطفي لك فيها سجاير. اعاده التدوير دي ولا مش اعاده التدوير؟ يا عم انت بتقول اي كلام. يعني عايز اقول لك ايه يا عبد الرحمن, ده منظر واحد يطلع يتكلم على اعاده التدوير الا انا اطلع اتكلم؟ ايه التحديات دي يا عبد الرحمن؟ ناصر المره الجايه اقول لك التحدي عن زراعه المغنيسيوم. بص يا عبد الرحمن انا مش هعمل ده, انا مش بتاع اعاده التدوير. شوف انت هتدور على ايه, ربنا يقويك انت بعضلاتك دي, دور براحتك انا مش هدور على انت. متاكد من كلامك؟ لا مش هعمل انا التحدي. طب انا ادعي لي. يلا ربنا يوفقك يا عبد ان شاء الله في مرحله الخطايا. هذا هذا عنده موهبه, هذا دم خفيف, هذا ممكن تقول لي لا اي حاجه يضحك. هذا ممكن تقول لي تبلوك مسكين زعما هو كي بارتو باساب ديز. والله لا في المحطه شيك ديما قلتها لك ومن والو خلق سكتش وفريمون عجبني. ما عندي ما نقول عليه زعما ما يحتاجش مني نعطي نصائح غير هو الرأي ديال اللجنة كيهمنا كاملين. عجب بس ما بزاف بعدا تخيلوا معاي فكرة انه من البيئة يعني موضوع جدي ادنا ده يعني سكتش. مين جدك؟ شكون جدك؟ يعني باباش ماما وباباش ماما وباباش بابا موضوع سيريس موضوع جد الموضوع جد يعني ادنا يعني سكتش بيهزر وكده فيعني موهبة موهبة حقيقية. فايا برأيك محمود قدم سكتش متكامل ضمن التحدي؟ انا حبيت السكتش لانه حسيت ما فيه مجهود ووصل الفكره, يعني قاعد عم يتساير هو ورفيقه ووصل لنا كل الافكار. بسيط وحلو ومهضوم. برافو محمود. قلت لك ما يمكنش. قلت لك مولاي السلطان عزيز عليه يشوف الزين. النقطه انا غادي نعطي 68 73 برضو. واو 68 بلاش مولاي السلطان عزيز عليه يشوف الزين. شو خليني اشوف علامتك. يلا محمود كويس 65 يا محمود. اخيرا تركت من الخمسينات. راشد المتاعب من السعوديه ومعه منشوف شو الافكار يلي بتخطر على بال الموهوب بالفن والتصميم لما تكون حمايه البيئه اساس التحدي. واش دور الاخر يا ربي ما نحلم واش طغيت علينا ما تخيناش بهم قبل ما نقولوا هذا المتسابق كلهم في كفه وهو في كفه.
علاش؟ الا عقلتي نهار اول حلقه قلت لك هذا لاخت كيعجبني بزاف وهو قدر يديفلوبي لاخت ديالو، يعني هو كان كيرسم لكن فاش دار هذه اللقطه هذه يعني برافو 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 ها البونجور ديالو. انا في الاول كنت كنقول واش غيبقى في كل في كل حلقه يدير نفس الحاجه، ولكن صراحه كيبدع فنان. خلو فكره انه يعني شوف بغيت نقول لك واحد الحاجه، هذا البرنامج دار باش يبين واحد المواهب عندهم محتوى في الانترنت، ولكن يمكن البرنامج ما كانش عارف بلي هادوك اللي عندهم واحد الموهبه في الانترنت ولا محتوى طوروها غير في خلال البرنامج، يعني انفوغاسيل البرنامج يكونوا ديجا وصلوا المبتغى ديالهم ولا يكونوا طوروا شراو طوموبيل شراو موطور. اول شيء خلينا نكون متفقين، انا ابغى هذه اللوحه. ابشري ولا يهمك. طيب ما نردها في وجهك شنو خلوها عجبتني، نعطيك اللوحه ونعطيك الطباشير نعطيك كل شيء والله ما نهضر. ايه بلاش كده. ايه امال لا دي تعبانه عليها وقاعد اسبوع بيرسم. راشد شو هو ما هو اديني 10 جنيه اديك 10 جنيه. ما تكون غيور يا وائل، بلكي بالحلقات الجايه طلع كمان لوحات بالدور بالدور. غير انا اللي عجبتني اللوحه هما ضربوا عليها لجنه. هتخانقوا انتوا كمان. وين بغيتوا تشريها؟ 10 جنيه 14 بالاورو. 10 جنيه بحال تقول تقريبا 10 اورو ولكن 10 جنيه. راشد باول الحلقات شفناك بس عم تعمل جرافيتي، بس انت اكثر بكثير من فنان جرافيتي، يعني انت فنان تشكيلي بتعمل ميكس ميديا كثير حلوه، وانا عن جد متشوقه هلا اشوف اعمالك اللي انعرضت يعني عم تعرضها بالحلقه وغير. عن جد انت حدا موهوب، وفكره كيف وصلت لنا حتى استعملت اللوحات اللي استعملتهم بهديك الحلقه كثير كثير موفقه، وحبيت حتى طريقه تصويرك. طبعا رسمت الببغان لانه الله اكبر اتكلمه. لا واحد كيحشم وقال لك اللي كيحشم على زينو كيجيب 75 75 اتعطيش حاجه طيب غيجيب شي 74 باينه. المهم فايت 70 باينه ماشي 74 يلا 74 كده. لا بس اول حاجه برافو ان انت استخدمت كل حاجه، حاجات اللي هي الاورجانيك والحاجات اللي مش اورجانيك، البلاستيك والاورجانيك العضويه والغير عضويه. شكرا للترجمه. برافو عليك، يعني حتى كمان من التحدي القديم جبت حاجه انت عايز تخلص منها اصلا، فبرافو عليك. شو شعورك علامه عاليه؟ ان شاء الله 75. سكر السكور راشد، اكيد انت بالمرتبه الاولى. هلا بفهمك اذا ما فيك تحكي. اول حاجه كنت حاس انه غيجيب المرتبه الاولى، ولكن ما تخيلش 75 كان صحاب ماكيناش مي زعما انجاز عظيم. ونايا نبأت لي في الحلقه الاولى شنو قلت لك؟ قلت لي غادي يجيب 75 في الحلقه السادسه. انت طلعت شهد معايا زو. يعني لو ضل كده ممكن هو اللي ياخد اللقب. اذا سارة ونور هن حاليا بمنطقة الخطر. يارا قالت انه صارت تحب العلوم من بعد البرنامج، انت شو البرنامج غير بحياتك؟ لا بقيت يمكن احب الويلنس اكتر كمان. البرنامج شنو اللي فادني؟ اول حاجة هو اللي كان حضر راسي المتسابقين كلهم من العائلة ديالي. لي فان كل شيء وليت كنبغي كل شيء وكل شيء عجبني. لا انا طول عمري كنت جيم وحاجات هايد كور قوي، بس الويلنس طبعا عارف عنها، بس فتحت لي مخي شويه على الستوريز تبعك كلهم هلا مؤخرا عن الاكل والمطبخ. اللبناني كان مؤخرا صح حسن توما. الا بغيتو تشوفوا الستوريز ديالنا ها هو الانستغرام ديالنا مبين تحت الشاشه، ولي بوست ديالي غيعجبوكم بزاف، والفيديوهات اللي كنديروا تقريبا كل اسبوع تابعونا وما غاديش تندموا. بس ما فيش اكل، يعني ما فيش لا اكل ولا لا في غير الضحك. جيو وجيو شبعانين باش تضحكوا مزيان. سويني وبيتوقف التصويت، ومنعرف مين المشترك يلي انقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسه، ومين المشترك يلي للاسف بغادرنا الليله. معنا ساره من فلسطين عن فئه فلوج، هي ثالث مره بتكون موجوده بدائرة الخطر. أما نور من الجزائر عن فئة السفر، هيدي أول مرة بتكون موجودة بدائرة الخطر. ما يمكنش تدوز ثلاثة المرات في منطقة الخطر ونصوت عليها أنا بعدا، يعني أنا كنصوت على الجزائر وعلى السفر. منطقي خروجها يعني من البرنامج عشان ثلاث مرات وكده، فالتانية تستاهل إن أنا يديها فرصة تانية. المهم أنا قلت كنت عمق في الموضوع وكنقول لك باللي هذا تفرتك الزوقه. يلا نشوف شكون دابا التصويت. المشتركه يلي انقذها تصويت الجمهور من منطقه الخطر
هي نور إبراهيمي. ألف مبروك لإليك صراحة. ولفنا عليك بزاف ما سخيناش بك، ولكن راه كل واحد فرصة وكل واحد فرصته. كنت منا لك حق موفق، حد موفق في حياتك. وتحية للناس ديال فلسطين كاملين. مهم وصلنا بالاخر للبرنامج، كنتمنوا تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينة. وكنقول لكم ما سخيناش بكم، ولكن نتلاقاو في الحلقة الجاية نهار السبت مع 8 بتوقيت السعودية. لا مع العشرة. كنتمنى نتلاقاو معكم نهار السبت بتوقيت السعودية مع لا. كنت ما سخيناش بكم، كنقول لكم الحلقة سالات، ولكن كنتلاقاو معكم نهار العشرة مع السكيبو غنصوك. غادي نتلاقاو معكم ان شاء الله نهار السبت مع العشرة بتوقيت السعودية. كنقولوا لكم ما تنساوش اللي بغى يشارك في الموسم القادم من نجوم بلا حدود، الموسم القادم غادي تحل قريبا، انتظرونا. وغنقول لكم دابا بس ما بغيت نسلم عليكم. بقول لكم شكرا، بقول لكم شكرا، وقلت يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وتهلاو في راسكم. وباي.